أبو مشيخ تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. نقرأ في الإنجيل المقدس إنجيل مرقس فصل 10 آية 35 وتابع. ودنا إلى يسوع أو من يسوع يعقوب ويوحنا ابنا زبدة فقال له يا معلم نريد أن تصنع لنا ما نسألك. فقال لهما ماذا تريدان أن أصنع لكما؟ قال لهم نحن أن يجلس أحدنا عن يمينك والآخر عن شمالك في مجدك. فقال لهما يسوع إنكما لا تعلمان ما تسألان. أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها أو تنالا المعمودية التي سأنالها أو تقبلا المعمودية التي سأقبلها؟ فقال له نستطيع. فقال لهما يسوع إن الكأس أم التي أشربها سوف تشربانها والمعمودية التي أقبلها سوف تقبلانها. أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أمنحه وإنما هو للذين أعد لهم. بعد ذلك دعا العشرة وقال لهم من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما. طبعا إخوتي وأخواتي في هذه الفترة توجد انتخابات في الولايات المتحدة، انتخابات للسلطات المحلية في السلطة الوطنية الفلسطينية. والسؤال هل الإنسان الذي ينتخب هل يعد يعني هل يحسب المنصب شرفا أم خدمة؟ وطبعا تعلمنا من المسيح إنه الشرف هو الخدمة، ولكن عندنا سؤال بالنسبة لهذا المقطع، لأنه في حين إنه في إنجيل مرقس قرأنا إنه اثنين الشباب الإخوة الشقيقين يعقوب ويوحنا اللي بعدين المسيح راح يعطيهم لقب بوانرجس، بوانرجس بظن من الآرامي بوانرجشا يعني ابناء الرعد ابناء الضجة، الرقشة الرقش الضجة. على فكرة هذا لقب مش اسم، الوحيد اللي يسوع غير له اسمه هو مين؟ بس سمعان بن يونا المسيح سماه كيفا، أعطاه اسم جديد، بينما هذا مش اسم إلهم هذا لقب. ففي إنجيل متى فصل 20 آية 20 وتابع نقرأ أنه والدة ابني زبدة كان اسمها سالومة هي التي تقدمت إلى يسوع بهذا الطلب. القديس يوحنا ذهبي الفم، على فكرة يوحنا ذهبي الفم كان سورياني من انطاكيا، وبعدين صار طبعا رئيس أساقفة القسطنطينية اللي هي اسطنبول اليوم، وله فضل كبير في الطقس البيزنطي. ليش الطقس البيزنطي؟ طبعا يبدو انه يوناني، صح ولا لا؟ يبدو انه قسطنطيني، ولكن اللي كتبه هو سورياني، اذا عنده كل الخلفية الآرامية المسيحية السوريانية. اذا بقول القديس يوحنا فم الذهب او ذهبي الفم، لماذا يكتب الانجيلي متى ان والدتهم هي اللي طلبت لهم، ومرقس يكتب ان هم راحوا عند المسيح وطلبوا منه واحد عن اليمين وواحد عن اليسار؟ بقول لا تناقض بين السردين، الحقيقة إنه مرتين تم الطلب، ولكن حتى لما والدتهم طلبت، يمكن قرأتوا في إنجيل متى يسوع ما بجاوبها، هي بجاوب مين؟ بجاوب الشباب الطيبين. شو بقولهم؟ أتعلمان ما تطلبان؟ معنى عارف إنهم
استخدموا والدتهم كإيه؟ كوسيلة ضغط وتخجيل وإحراج للسيد المسيح. على فكرة لما قرأت أنا هذا النص فكرت بدون مؤاخذة، بس ما تجيبوش سيرة، في شعوبنا، شعوبنا الشرقية، شعوبنا العربية، شعوبنا الشرقية والعربية هي شعوب عاطفية. كيف يعني عاطفية؟ يعني أحيانا غير عقلانية، أحيانا لا تقبل الواقع. مثلا بيجي واحد عندي أنا أخور رعية بقول لي يا أبونا بدي إياك تتوسط لي لدى أبو مازن إنه يعينني رئيس وزراء، مع إني مسيحي. بقول له يا عزيزي يا أبو فلان يا أبو علنتان، هذا الإشي مستحيل، أو أنا كأخوري ما بقدر أضغط على مين؟ على الرئيس أبو مازن حتى يعين حضرتك هالنضوة اللي قدامي رئيس وزراء. شو بقول لي؟ طبعا لو واحد ألماني قلت له الحكي بقول لي يا جوت ماشي خلص. لو واحد فرنسي بقول لي سميا جيكم في فهم. أما إحنا الشرقيين شو بنقول له؟ أنت خوري قد الدنيا وبطلعش في إيدك يا عزيزي. هاي مش تفسير الإنجيل حتى أقدر عليه، صح ولا لا؟ هاي مش قضية خلينا نقول دينية روحية معنوية اللي خوري يقدر إكرام إله تتم. هاي مسألة منصب سياسي كبير وأنا ما عنديش. مزبوط ما بطلعش بإيدك. طيب بعد ما يشوف انه انا رفضت، زي ما بقوله بالانجليزي he doesn't take no for an answer، يعني مخنا احنا الشرقي، بس ما تجيبوش سيرة طبعا، مخنا الشرقي لما حدا برفض لنا اشي ما احنا بنرفض رفضه، لا نتقبل رفضه. ايه معقوله؟ مش بس هيك، بيجيك مثلا تلفون من المختار تبعهم، يا ابونا ابن عمي ليش ما تحكي سير رئيس وزراء؟ تخلص من المختار تبعهم بتصل فيك الخوري تبعه، ليش ما ابن رعيتي ما؟ وبتضل اتريته نفس القصه اللي هون. اولاد زبدة بطلبوا من المسيح يعقوب ويوحنا بدنا نشخص عن يمينك وعن يسارك. احنا طبعا بهمهمش الباقيين، احنا وبس. يسوع قالهم لا، they don't take no for an answer، لا شو ولو باطل، زي ما كانت تقول رحمة والدتي وين نحط شرفنا، وين نحط شرفنا. فشو بيعملوا كوسيلة ضغط معنوية؟ ايش هي؟ يرسلون. طبعا بدي أوسع الكلام على إيش؟ على الحياة ككل بين العقلانية والعاطفية. وإحنا ماذا ينقصنا أحياناً كشعوب عربية؟ العقلانية الواقعية. في ناس لليوم عايشين كأن عايشين في زمن الانتداب البريطاني لليوم، لا يقبل ايه؟ شو ايش ما بيقبل؟ الواقع. لليوم احنا بنقول صلاح الدين الايوبي، لليوم. لليوم بدنا نحرر الاندلس، لليوم من الاسبان، مع انها ارض اسبانيه يعني، ما جبناهاش احنا من شبه الجزيره العربيه. طب قبل ما تحرر الاندلس حرر بيت لحم، او حرر يطا، او حرر يافا، صح؟ يعني ايش هذا؟ ايش اسمه؟ عدم التعامل مع الواقع بعقلانية، التعامل مع الواقع بايش؟ بالعاطفة.
بتعرفوا مرات بصير جرائم تسمعوا عنها بعيد منكم او بتقرأوا عنها بالجرائد، فلان قتل واحد ليش؟ بدهاش اياه. يا عمي خلص بدهاش اياك، لا غصب عنها لازم بدها، طالما بدهاش اياني بقتلها. ف بأمل انه هذا التفسير يساعدنا ندرك انه في الانجيل المقدس الحادثة حصلت بسهولة، يمكن مرتين وثلاثة. تعرفوا إصرار، إصرارنا إحنا ولا لا؟ في عنا إصرار وفيهم بدون مؤاخذة. بنسمع كمان إنه الأجانب عنادة ولا لا؟ شو الفرق بين عنادنا وعنادهم؟ لأنه يبدو ثلاثة أرباع البشر عنادة، بس برضو ما تجيبوش سيرة. إحنا عنادنا مبني على العاطفة، بدي أصير رئيس وزراء، بعرفش اكتب اسمي بس لازم انا اصير رئيس وزراء. عنادهم مبني على ايش؟ على فكر. اقنعه انه فكره غلط، ايش بعمل؟ بغير فكره. هلا احنا اولادنا بتلاقيهم بيلعبوا. ابو جمال الله يخليه بتذكر مره كان في ولد من وين؟ من اسكندنافيا، عمره 12 سنه. حضرتك تلعب تنس الطاولة قديه؟ من النمسا. من النمسا، نمسا هدول بيحكوا ألماني. شو القصة؟ حضرتك تلعب تنس الطاولة مع والده؟ أبوه كان شامبيون في لعب الطاولة، بده واحد قوي يلعب معه بتنس الطاولة. نعم، طلب مني ألعب معه. جاب ابن عمره 12 أو 12 سنة، الولد عمره 12 سنة، بعيد عنه. أبوه ساعتين كان لا توقع في الزاوية حامل كتاب ما طلعش علينا بالمرة. إذا هذا بصير هواية الطفل المطالعة والقراءة، زي ما هذا بحب يلعب كرة قدم، هذا يلعب بلياردو، هذا بحب الصيد، بصير هواية. نعم، عند الإنسان بصير شغف، حب، غرام. طبعا هواية. إذا زي ما بقول أبو جمال، الشاب بين 10 إلى 12 سنة قاعد مدة ساعتين وهو يقرأ في الكتاب، ما تطلعش علينا قطعا. نعم طبعا شايفين هذا الكتاب اللي بشوفه من برا، شوفوا هذا ورق مطبوع. اما زي ما تفضل ابو جمال، لما نفتح الكتاب ونبدا نقرا ونبدا نحب الحرف المطبوع، وقتها ايش؟ يمكن نبطل نترك، نبطل الكتاب ينزل من ايدينا. زي في بعض الدول زي روسيا، زي الشعب الروسي مثلا يقرأ بشكل. عشان هيك بتلاقي ناس صغار بالعمر وعندهم ايش؟ معلومات كبيرة جدا. اذا هي النقطة الاولى، شفنا وفسرنا انه ما فيش تناقض بين الشابين يعقوب ويوحنا بيطلبوا المنصب على اليمين وعلى اليسار للمسيح في مجده. لاحظوا ما احلى العبارة، انه هذا مش بس مجرد معلم، هذا معلم مجيد. وثانيا انه والدتهم هي اللي طلبت. الان يسوع بيقول راح تشربوا الكأس التي سأشربها. الكأس، شرب الكأس في يعني اللغات السامية القديمة كان معناها تجرع المرارة. المرارة يعني الألم، العذاب، المعاناة. المعمودية، المعمودية لما الإنسان طبعا بيغطس، يعني هي كناية بعيد منكم عن الموت. انتوا اثنين عذاب راح تتعذبوا، موت راح تموتوا. وين موجود هذا؟ موجود في سفر أعمال الرسل. يعقوب الكبير أمر هيرودس أغريبا الأول بقطع رأسه حوالي سنة 40-44 للحساب الميلادي. طيب تقولوا لي القديس يوحنا الحبيب ما مات شهيد، ما هي كل حياته كانت شهادة. أول شيء نفي إلى جزيرة بطمس، بطمس اليوم في تركيا كمان أعتقد، زي ما موجود في سفر الرؤيا فصل 1:9. ثم وضع حسب ما بقولنا التقليد في الزيت المغلي، وضع في الزيت المغلي، ولكن خرج منه منتصرا زي ما بقولنا تارتوليانوس. طبعا بعدين
هلا في ايه ممكن نستغرب منها احنا كمسيحيين. طبعا نحن نؤمن بألوهية المسيح. المسيح بيقول الجلوس عن يميني او شمالي فليس لي ان امنحه، وانما هو للذين اعد له. طبعا ليس لي ان امنحه ايش؟ اعتباطا. ليس لي ان امنحه للذين لا يحق لهم، ليس لي ان امنحه بمجرد واحد طلب، وخصوصا لمين ما بديش انا امنحه؟ للي بطلبوه، لانه هذا الجلوس عن يميني او شمالي بده يكون تقريبا مكافاه للتواضع. اما لما واحد شايف حاله بده هذا المكان، زي بيقولوا عن البابا يوحنا 23، كان عنده كثير هيك روح المرح والبساطه. هو اللي طبعا عقد المجمع المسكوني قبل 50 سنة. ففي واحد خوري راح عنده قال له انا يا سيدنا انا بصلح مطران، يعني لازم تعملوني مطران. شو بده؟ حلو يعني هذا الموقف من الخوري ولا مش حلو؟ خصوصا في الكنيسة الكاثوليكية دون مؤاخذة مرفوض. فشوفوا شو قال له وقتها البابا يوحنا بولس الثاني، بظن لسه وقتها كان هو نفسه يعني سفير للفاتيكان او بطريرك في البندقية فينيسيا. قال له شوف، حتى الانسان يرسم مطران عنا لازم شرطين. الشرط الاول 50% انه هو يقبل، بتعرف في ناس منعينهم وبرفضوا. الشرط الثاني انه ايش؟ انه البشر ينتخبوا او ينسبوا. هاي عندنا 50%. شو هو 50%؟ انه حضرتك سيادتك قابل انك تصير مطران بل مقترح. يعني ماذا يقصد يسوع؟ انه الاكرام ليس للذي يطلبه بل للذي ايه؟ يستحقه. او المنصب ليس للذي يطلبه بل لمين؟ للذي يستحقه. ولا كل بتذكر برضه رحمة الوالدة مرة بتلتقي بمطران، أنا لسه كنت طالب كهنوت، فالتقت بأحد المطارن المطران حنا كلداني برضه الله يرحمه، بتقول له إن شاء الله ابني يصير زيك. ألا هي أنت ناوية على خير. هي ناوية على خير يا أم جورج. يعني طبعا هي عن حسن نية قالت هالشيء. للذين أعد لهم، يعني الذين انا اعددت لهم، ولكن مش اعددت لهم اعتباطا. او مثلا ليش انا بنتخب فلان؟ بنتخب فلان لانه ابن عمي او لانه من حزبي او لا. رجعنا على نفس القصه. المنصب ليس من باب التحزب، التحيز، او زي ما بسموه بالكتاب المقدس محاباه الوجوه. شو يعني محاباه الوجوه؟ أنا إكرام لفلان، من بالعربي الدارج بنقول منغاوز مع فلان. في عزة وفي معزة، صح؟ مش هيك بقولوا بدون مؤاخذة يعني؟ إنه في بشر منكرمهم وفي بشر ما بنعطيهمش أهمية، ما بنكرمهم بنفشلهم بعيد، ومرات هم اللي بيستاهلوا. هل ربنا عنده هيك؟ لا، زي ما بنبهنا القديس يعقوب، هو نفسه القديس يعقوب، ولا لا هذا يعقوب الصغير في رسالته طبعا الجامعة الفصل الثاني الآية الأولى، هي آية بحرفها شهود ياهو على فكرة، لا تخلطوا لا تجمعوا بين إيه؟ بين محاباة الوجوه. شو يعني محاباة الوجوه؟ يعني الغوز مع الناس. واحد غني بغنوا له، واحد من جماعتنا صبية حلوة بدون مؤاخذة بعاملوها منيح، صبية ذكية بس أقل جمالا بهملوها، واحد ابن بهوات أيوة التملق، محاباة الوجوه بسموها. لا نخلطن بين إيه؟ بين محاباة الوجوه وإيش؟ والإيمان بربنا يسوع المسيح ذي المجد أو له المجد.
طبعا مرة مع الأخ ساهر صورنا فيديو بس عن هذا التحريف في زي ما قلنا رسالة القديس يعقوب فصل 2 آية 1. بدي هون أنهي كلامي. هاي الرسالة اللي أحد الألمان حذفها سنة 1522 ولكن أتباعه عودوا رجعوها. لا تجمعوا بين مراعاة الأشخاص أو محاباة الوجوه والإيمان بربنا يسوع المسيح له المجد. تكريو إيمون يسوع خريستو تيس ذوكسيس. احذروا كيف بتصير هاي في ترجمة شهود يهوه في العالم الجديد New World Translation. لا تخلطوا أو لا تجمعوا بين مراعاة الأشخاص والإيمان بربنا يسوع المسيح مجدنا. لمين صار المجد؟ إلنا. ولكن في النص لمين؟ تكريو يسوع خريستو تيس دوكسيس. يسوع خريستو تيس دوكسيس. حتى اللي ما بعرفش تلياني عفوا يوناني بلاحظ انه يسوع خريستو يسوع المسيح ذي المجد. تيس دوكسيس دوكسا سي كيريا دوكس المجد لك يا رب المجد لك. ونفس الشيء بحرفه 2 كورنثوس 4:4 لإضاءة إنجيل مجد المسيح. فوتيسمون تو إيفانجيليو تيس دوكساس تو خريستو. لمين المجد؟ للمسيح. كيف بترجموها؟ إضاءة الإنجيل المجيد عن المسيح. لمين صار المجد؟ للإنجيل. وزاحوا المجد عن مين؟ طبعا بيقدروش يزيحوه بس هذا اللي عملوه في ترجمتهم. ماذا أنهي كلامي؟ أو بما أنهي كلامي؟ شايفين بقول لك في الكنيسة في إهمال للكتاب المقدس. مش هيك في الإشاعة؟ إنه الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية في إهمال للكتاب المقدس والبشر بفهموش إشي في الكتاب المقدس. تفتحوا جريدة القدس كل يوم أحد بتلاقوا مقال لمطران أرثوذكسي عن إنجيل الأحد. بتلاقوا كمان في موقعي أو في محلات تانية تفسير الإنجيل المقدس. في عندكم نشرات الأحد مثلا الآباء الفرنسيسكان بوزعوا إيش نداء الأحد وفي تفسير للإنجيل المقدس ونصوص أخرى طبعا. ولكن كل هذا ممكن يمر زي ما بتمر مية المطر على السطح المائل. حتى تثبت مياه المطر في قلوبنا احنا لازم نفكر في الانجيل. ومش غلط ناخذ هاي النصوص على بيوتنا العامرة اساسا خصوصي الكنيسة تعمل كل هالنسخ عشان الناس ياخدوها على بيوتهم. وبالذات المرضى او اللي ما قدروش يحضروا القداس حتى اللي كانوا مشغولين يحضروا ميكي ماوس وقت القداس حلو انه نعطيهم ايش نص قراءات القداس. شكرا لكم.